للحديث أكثر عن فشل إعادة تدوير نظام الأسد في ظل دعم غربي للاجئين من خلال مؤتمر بروكسل الذي أكد على عدم التعامل مع الأسد، ينضم إلينا عبر الإنترنت عبر الإنترنت الدكتور أسامة الملوحي. أهلا بك دكتور أسامة. بداية، كما تعلم سخرت مجلة فورن بوليسي الأمريكية من نتائج تطبيع بعض الدول العربية مع نظام بشار الأسد، وأكدت أن فشل التطبيع ما هو إلا مسألة وقت. هل ترى مقومات حقيقية للتطبيع مع نظام الأسد؟ تفضل دكتور أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد أن نؤكد على حقيقة واضحة كشفت عنها وثائق عديدة وأحداث عديدة، أن الدول العربية أو ما يسمى بالدول العربية وهي الأنظمة العربية لم تقطع علاقاتها مع بشار الأسد، لم توقف الدعم أبدا عن بشار الأسد. نتكلم عن الإمارات، نتكلم عن السعودية عندما كشفت وثيقة نشرتها يعني الصحف البريطانية، الجارديان نشرت وثيقة بأنه السعودية وافقت على التدخل الروسي في سوريا لصالح الإبقاء على بشار الأسد في 2015، الوثيقة نشرت في 2020. لدينا مواقف واضحة من كل الأنظمة العربية، كان النظام الجزائري داعم بشكل علني، النظام المصري قال سأرسل جيش إذا تعرض بشار الأسد إلى السقوط، لدينا مواقف عربية نستثني منها قطر وربما الكويت نسبيا، أما الأنظمة العربية التي سارعت وهرولت لاحتضان بشار الأسد من جديد إنما أخرجت السر إلى العلن فقط. يعني كانت تنسق مع بشار الأسد، يا رجل هناك أسلحة أرسلت من الإمارات يعني أو عن طريق الإمارات لقمع المظاهرات من 2011. لكن بما يعني تفسر دكتور أسامة، بما تفسر هرولة الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد رغم عدم وجود أي مقزمات لنجاحها؟ لم تهرول، أنا أقول كلام واضح، هي لم تقطع علاقاتها، لم تقطع الدعم عن بشار الأسد. هناك حقائق كثيرة جدا. السعودية قدمت ملياري دولار إلى الجيش اللبناني بين قوسين إلى حزب الله في الوقت الذي كانت تعلن أنها تدعم الثورة السورية. الموضوع واضح لدينا تماما. هناك في السر دعم للنظام، اليوم السر خرج إلى العلن فقط، هي لم تغير شيئا. اليوم بنفس التزامن هذا لدينا مواقف غربية أوروبية، لا نقول رائعة وإنما ملفتة ونادرة، وهي لأول مرة تحدث. وموضوع إحالة بشار الأسد أو نظام بشار الأسد إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب الممنهج والمستمر في السجون السورية التي قدمته هولندا وكندا، هذا أمر ملفت للغاية، ونحن نقول بوضوح لا يضيع حق ووراءه مطالب. هذه الدول، هذه الحكومات، كل المجتمع الدولي لن يستطيع أن يقف مع أي مظلوم إذا لم يتحرك هذا المظلوم ويبلغ العالم عن الجريمة الغير مسبوقة، عن الجرائم التي تجعل من نظام بشار الأسد أسوأ نظام في التاريخ وليس في العالم. يعني نحن نتكلم عن عملية إبادة لأكثر من 3 ملايين مدني سوري خلال 13 سنة. نحن نتكلم بوضوح عن وثائق عديدة تثبت ما نقول، ولذلك الأمور تتغير باتجاه فضح هذا النظام ومحاكمته خارج نطاق المنظومة العربية المهترئة. هذا لا يعني لنا شيء أبداً. أن يعود جديد الآن دكتور أسامة، يعني الأسد المرتبط بطهران وتحركه، هل طهران يمكن القول أن طهران مثلا أخذت القرار بالمضي نحو علاقات أكثر عقلانية مع العرب، ومن ثم قد تكون قدمت الأسد عربونا لهذه العلاقات الدافئة؟ يعني إيران بلا شك تطرح بشار الأسد من ضمن مفاوضات التطبيع أو عودة العلاقات مع الدول العربية، تطرح هذا الأمر بلا شك. والأمر المفصلي هو يعني عودة العلاقات السعودية الإيرانية. بنفس التزامن أصبح هناك دعوة لبشار الأسد إلى مؤتمر جدة، فهذا التزامن أكيد يعني أنه السعودية يعني ترتب علاقاتها مع إيران. لماذا تفعل ذلك؟ يعني هذا يعتبر يعني خطأ استراتيجي خطير. ومن ضمن الترتيب
ترتيب العلاقات بين السعودية وإيران، نعم بشار الأسد يدعى إلى القمة العربية، هذا لا يشكل فرق كبير جدا. وربما هناك تباين ما بين اليوم الإرادة الدولية وما بين قوسين إرادة الجامعة العربية وإرادة الأنظمة العربية، وهي إرادة أصلا يعني غير جادة وتابعة إلى حد كبير لدى كثير من الأنظمة، تابعة يعني وظيفية. يعني دعونا نتكلم بصراحة، لا نغير قناعات رسخت عن الأنظمة العربية. الأمر الذي أنا متأكد منه أنهم يخشون من الثورة السورية المباركة، وهذه الخشية غير مبررة على الإطلاق. لماذا فعلوا بنا هذا الفعل؟ أنهم تخلوا عن الثورة السورية المباركة، واكتشفنا فيما بعد أنهم لم يتخلوا، وإنما طعنوا الثورة منذ البداية، حاولوا أن يتقربوا بفتات بأموال قليلة جدا، يتقربوا من بعض الفصائل التي هي غير جادة أصلا في القضاء على بشار الأسد، ومن خلالها من خلال ذلك من خلال هذه المساعدات المالية استطاعوا أن يتدخلوا في شؤون الثورة السورية المباركة، وأن يجعلوها تابعة فصائل تابعة دعنا لدول. نذهب الآن إلى سؤال آخر في نفس الموضوع سيد أسامة. يعني الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات على الدول التي تطبع مع الأسد، والاتحاد الأوروبي أكد على عدم الانضمام لجهود المطبعين. مع ذلك مؤتمر بروكسل قرر تعهد بتقديم نحو 10 مليار يورو للسوريين. السؤال هنا، ما الضمانات التي من خلالها تأكد المانحون من عدم وصول تلك الأموال لبشار ونظامه؟ تفضل. حصل في السابق أن مساعدات كثيرة أتت عن طريق الاتحاد الأوروبي أو عن طريق الأمم المتحدة، التي هي متواطئة في أغلب منظمات الأمم المتحدة، متواطئة مع بشار الأسد. وصلت المساعدات إلى بشار الأسد بطريقة يعني مقززة للغاية، يعني مفضوحة تماما. لذلك في قضية آلية إيصال المساعدات من الاتحاد الأوروبي، أنت تعلم أن القرار قد يصدر بأيام، ولكن تفاصيل وآليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين لها ستأخذ فترة طويلة جدا. سيكون لدى المتضرر الذي هو المستضعفين، الشعب السوري المنتفض العظيم، هذا هو المتضرر الأول، سيحاول عن طريقنا وعن طريق كل الأحرار في أوروبا وفي أمريكا أن يفعل الفعل المطلوب منه، وهو تذكير العالم بأن لا يدعم بشار الأسد بطريقة أو بأخرى، وأن لا يصل شيء من هذه المساعدات. أذكرك بحادثة مهمة جدا، بعد الزلزال منذ شهرين قررت الدول المانحة أن تقدم مساعدات لمتضرري الزلزال، فأرادت أن تدعو ممثل الهلال الأحمر السوري، التي هي منظمة إرهابية بالكامل، تفاصيل كثيرة إرهابية بالكامل. قمنا فورا بمظاهرات في بروكسل أمام مقر المفوضية الأوروبية، وبعد هذه المظاهرات التي كانت فورية وليس في أيام العطل، في أيام دوام للمفوضية في مقرها، دول يعني قسم من الدول صوت لتأجيل المؤتمر حتى لا يتم فعلا دعوة هذا المجرم رئيس الهلال الأحمر السوري، وتم إلغاء دعوة هذا الهلال الأحمر. لذلك نحن أمام وضوح لدى خلينا نسميه المجتمع الدولي أو المجتمع الحر، وضوح كامل. ألفت الانتباه إلى قضية مهمة جدا، اللاجئون الذين أتوا إلى أوروبا قدموا معلومات غزيرة جدا لوزارات الهجرة، إن كان في هولندا، وأنا في هولندا، وكان في ألمانيا، وفي دول كثيرة جدا تجمعت لدى هذه الوزارات، تجمعت لدى الحكومات الأوروبية معلومات ليست أكيدة وإنما متواترة عن وجود أمور مريعة غير مسبوقة في التاريخ، لا تقارن حتى بما فعل النازيون في أوروبا، من جرائم حرب، من جرائم تعذيب، من استئصال، من إبادة في السجون. يا رجل هناك حفار القبور، أذكر دائما به لأنه وثق وجود 1.5 مليون مدفون صدر من السجون إلى المقابر الجماعية من 2011 ل 2017، لاحظوا الرقم، فقط خلال 6 سنوات. هو يقول صدرنا من السجون، من الذين قضوا في السجون من التعذيب إلى المقابر الجماعية، أكثر من 1.5 مليون، عدا عن كل الجرائم نعم، خارج بحسب السجون. الوقت دعنا ننتقل إلى السؤال الأخير دكتور أسامة. يعني هل تعتقد أن هذه الأموال الأوروبية هي بمثابة مصل وليس علاجا لأزمة مزمنة يمكن أن تعيد الحياة لبلد فيه ملايين القتلى والنازحين؟
لن تصل هذه المساعدات إلى النظام هذه المرة بإذن الله، وسنقوم نحن بتحريك وتذكير كل الأحرار في أوروبا وفي هولندا. لدينا اليوم إحالة من قبل دولة أوروبية التي هي هولندا ونحن فيها، قمنا بأكثر من 50 مظاهرة لنفضح هذا النظام في هولندا فقط في أقل من سنتين. فريق أحرار هولندا، هذا الفريق الذي أعضاؤه من أحرار سوريا، قام بأكثر من 50 مظاهرة أمام البرلمان الهولندي، أمام مقرات الحكومة، أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجرائم الدولية، وكان من وراء ذلك الحمد لله هذه النتيجة أن هولندا كحكومة قدمت دعوى ضد النظام بتهمة تعذيب ممنهج داخل السجون. نحن أمام تطور جيد، لا نرى أبداً أي خطر من عودة بشار عن طريق الجامعة العربية إلى هذه الدوائر المهترئة أصلاً. نحن أمام أمور تتحرك، الأحرار في أمريكا، الأحرار السوريون، أنت تتكلم عن الكونغرس ونحن نعلم بالتفصيل ماذا يفعل السوريون الأحرار الأمريكان من أصل سوري، ماذا يفعلون للضغط على الكونغرس بكلا مجلسي الشيوخ والنواب، يضغطون يشتغلون ليل نهار، أحرار كرام، هؤلاء هم الثوار الحقيقيون، يضغطون على الكونغرس لإخراج المزيد من القوانين. أنتم تتبعوا فقط القوانين التي يعني خرجت من الكونغرس ومن مجلس النواب وهم وراءها، ونحن نتابعهم ونحاول يعني أن نتواصل معهم وأن نأخذ أفكارهم ونطبقها هنا. ونحن كنا على وشك أن نصدر قانون قيصر أوروبي عندما قمنا من حوالي سنة ونصف بمظاهرة أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين، وحشدنا إليه حشود كبيرة وإلى ما هنالك. نحن لن نتوقف، هذا النظام في عزلة سيسقط مهما تبين أو توهم الكثيرون بأن هذا النظام يعاد تدويره. وأقول كلمة مهمة جدا هي سبة، باختصار لأن الوقت يداهمنا، سبة وعار أن يعمل أو أن يعمد أحد إلى الإبقاء على بشار الأسد، سبة. شكرا والجميع جزيلا، المعلومات لن يتورط في هذا وصلت العام. الفكرة رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، كنت معنا عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.